ربنا موجود ليست مجرد عقيدة إيمانية، وإنما هي الشعور بتدخل الله في حياتنا، إن الله يعمل، هو موجود ويعمل، ليس مجرد موجود، مجرد وجود، إنما موجود ويعمل، ويعمل من أجل خير الناس. عبارة ربنا موجود يراها الضعفاء فيتقوون ويشعرون بأن هناك قوة إلهية تحيط بهم وتساعدهم، ويراها العنفاء فيخافون ويرتعشون، يشعرون أن الله يراقبهم ويحاسبهم ويؤدبهم. عبارة ربنا موجود يراها المظلومون فيشعرون أن الله الموجود سيرفع الظلم عنكم، ويراها الظالمون فيخافون. فهي مفيدة من كل النواحي، وتعطي القلب نوعا من السلام والاطمئنان الداخلي، إني أنا لست وحدي، فربنا موجود يرى كل شيء ويسمع ويسجل ويعمل.